واحد يقول أرجو سيدنا كلمة تنفعل زوجتي لأنها غير مطيعة، ويوجد خلاف شديد بيننا وبين بعض جايز ينتهي للطلاق أو لكذا كذا حاجات صعبة، ولا نافع معها أي حاجة. إذا كان زوجتك ما بتطوعش كلام الإنجيل هتطوع كلام أنا. لكن النصيحة اللي أقولها لك هي الآتي: ما تأمرهاش أمر فوق طاقتها، أو ما تأمرهاش أمر تشعر إنها هترفضه قبل ما أنت تقول كلامك. يعني أديك عارف نفسيتها وما تقولهاش حاجة غلط عنها، شوية بشوية كده. كمان لو زوجتك دي أحبتك محبة حقيقية هتطوع كل حاجة، لكن يظهر المحبة اللي بينكم وبين بعض يعني دخلت في حالة طوارئ يعني.